لابد من تحية المنتخب المغربي في المشاركة هذه اللي وصل للدور النصف النهائي. هو المصري ولكن الهزيمة متاع 6-1 ثقيلة جدا، يعني خلتنا ننساو الباركور متاع مصر. الهزيمة 6 راهو مش شوية يا أخي. هون دوا مصر فازت على إسبانيا في دور المجموعات. المغاربة تكنيكمون زاد ظهر الفوارق وزيد أخويا عداوة جرام ماتش زاد. أنا لانه المغرب اليوم اخذت خطوه لقدام عالميه في السنيور والمون 21 مالغري كويلو مع الرقراق في التدخلات نتاعو اللي صار بينه وبين السكتيوي هو المدرب. اما المنتخب المغربي قاعد يخدم في خطه ثابته، قاعد يحضر في كاس العالم. هربوا بينا من جميع النواحي، فنيا وخاصه ذهنيا والانفراستركتور وسورتو الكاليتي موجوده. نشوف الاورغانيغرام نتاع الفيدراسيون ماروكان وتقارنوا بالاورغانيغرام نتاع لي غراند فيديراسيون على مستوى العالم، سواء تقاهم متشابه، ناس تصبر، ناس ماشيين بخطه ثابته، ما عندهم حاطين اهداف، وهنا نشوف على مستوى النتائج. ما قاله الإعلام عن إنجاز المنتخب المغربي التاريخي في أولمبياد باريس بعد احتلاله المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية الأولمبية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. المغرب تجني ثمار 10 سنوات عمل متتالية على مستوى مراكز تكوين في الشبان واستراتيجية كاملة، وين معنى البوفوار السلطة هي اللي تدخلت وقالت نستثمروا في الرياضة، وعملوا الأكاديميات وجابوا أعز المدربين والمكونين من أنحاء العالم، ورهنوا على الفورماتور وكذا دجناو الثمار، واللي باش يكونوا زاد على مستوى يعني المغاربي والافريقي والعالمي عندهم بلاستهم في يعني تقول انت سياسه الدوله كانت واضحه. حتى على المستوى الافريقي المغرب يعني خذا شوط كبير على خاصه على بلدان شمال افريقي. اليوم احنا وين وهم وين؟ باش غتحارب لانه واحد وصل 3 عالميا ووصل واحد الرابع عالميا وشيبا طلع الدوزيام تور في كاس العالم والمنتخب النسوي طلع الدوزيام تور، باش غادي تحارب؟ باش عندك شي واش عندكم شي عقل؟ لي ستاتستيك راهم في الجهه ديال القشه. ما صراه عيناك لا تناله يداك، والبوديوم لا يصعده إلا الرجال. هذا هو شعار المنتخب المغربي الأولمبي الذي حمل مشعل كرة القدم الأفريقية والعربية في أولمبياد باريس. وبحصوله على الميدالية البرونزية الأولمبية نال المنتخب المغربي الأولمبي تقدير كل العالم، وأكد أن إنجاز المونديال لم يكن بالصدفة بل هو نتاج عمل كبير منذ سنوات للجامعة الملكية المغربية بقيادة السيد فوزي الأقجاع. أعطى جيلا ذهبيا سيحمل مشعل كرة القدم المغربية في المونديال القادم. وبعد هذا الإنجاز بات المنتخب المغربي أول منتخب عربي في الرياضة الجماعية يحقق ميدالية أولمبية، وسفيان الرحيمي أول لاعب أفريقي وعربي يحصل على هداف الأولمبياد.